السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كرام، اهلا وسهلا جديد معكم يا محمد مكنات وينكم في فيديو جديد من فيديوهات بلاد هانت المميزة. والنهاردة يا جماعة نشرح كلاس انفورسز. بصراحة يا جماعة الشخصية دي قوية جدا جدا جدا، من ان هي بتعمل حماية لنفسها وكمان بتضرب ضربات قوية جدا جدا، كمان بالاسلحة الميلي برضو اللي هي اسلحة الفاس والشاكوش والكلام ده كله ايا يكن، يعني بالايدين. يعني هنشرح الكلاس كده. اول حاجة يا جماعة، بص يا جماعه، اول حاجه لو انت قدامك مواجهه، لو انت شغلت الدرع بتاعك ده بيعمل لك اميونيتي. اميونيتي اللي هو بيخليك يعني تبقى ضد الرصاص بس لمده 3 4 ثواني، يعني مش كتير، يعني دوبك ممكن يفيدك للهروب او للمواجهه الاماميه. يعني لو انت واحد قدام واحد فده ممكن ينفعك خالص، بس اهم حاجه لازم تبقى سريع جدا جدا في الكيو، هي بتشتغل بالكيو. اللي بعديها يا جماعه بصراحه ان هي مميزه جدا جدا جدا، الحركه بتاعتها ان هي بتبطئ لك حركه العدو اللي قدامك، فتقدر تضربه بالسطور بقى بتاع ضربه تبقى سريعه جدا، يعني فاهمين ازاي؟ ممكن ضربتين تلاقي اللي قدامك وقع. اما اللي بعديها يا جماعه بصراحه دي اللي بتعجبني جدا جدا، لان بتقلل برضو من الضربات اللي قدامك بصراحه بدمج عالي، يعني فمن ازاي. غير كده كمان ان هو بيعمل له افكت حواليه عشان تقدر مثلا لو هو هرب بتاع تقدر تشوفه. غير كده كمان يا جماعه بيبطل له حركه شويه كده، يعني فمن ازاي. انا جربتها بصراحه ممتازه جدا جدا جدا. غير كمان اصلا في البيت الباس منزلين له طقم بحاله ليه، هو كان في اول بيت الباس اهو زي ما انتم شايفين. بصراحه في حاجه جميله جدا جدا جدا، يعني شخصيه كويسه وجديده اصلا غير الشخصيات الرئيسيه اللي موجوده، عشيره جديده عموما يعني، بس عشيره قويه جدا يعني. اتمنى اشوف الشخصيه الثانيه بتاعتها، لان كل عشيره ليها شخصيتين زي ما انتم شايفين. فاتمنى باذن الله تعالى ان انا اشوف الشخصيه اللي بعديها. تمام، بجد حاجه فوق الممتاز بصراحه. غير كمان اصلا ان انت بيبقى ليها برضو بريك. انا اول حاجه البريك ده مستنيه يتفتح، بس ده مشكله ليفل 12 يتفتح، فالموضوع لسه محتاج شويه وقت. تمام، غير اللي هتفتح ليفل 18 وما الى ذلك. بصراحه يا جماعه هسيبكم كمان مع الجيم بلاي على قد ما اقدر، يعني دايما بطلع في الخامس او الرابع، نفسي اطلع الاول او حتى الثاني، مش عارف يعني مره ولا مرتين بس طلعت بيهم، بس الحمد لله يعني. فهسيبكم مع الجيم بلاي دي واوريكم قدرات الشخصيه بالكامل وازاي نفعتني برضو في الدروع والهروب وما الى ذلك. مشاهده ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش لايك الفيديو ومشاركه الفيديو في كل جروبات صفحات الله هانت المميزه. سلام.